كابتن خالد، يعني النهارده في ملفات مهمه جدا معانا النهارده، يعني في نادي الاشبال. لا ده تساؤلات ناس كتير يعني النهارده عن قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. عايزينك تطمنا عن قطاع الناشئين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا فرصه ان انا موجود معاك النهارده، موضوع طبعا مهم جدا. موضوع الناشئين واشبال النادي الاهلي موضوع كبير، موضوع مش صغير. احنا بقى لنا فتره طبعا شغالين على الملف ده بشكل كويس، وبنحاول بقدر الامكان ان انت تلبي احتياجاتك من الفريق الاول، ويبقى عندك مجموعه من اللاعبين المميزين. وده بالتالي يعني خلال السنوات السابقه الناس كلها يعني ما اعرفش ليه في نغمه ان النادي الاهلي ما بيطلعش ناشئين. لا، في ناشئين كتيره قوي بتطلع، وفي لعيبه كتير قوي من ناشئين النادي الاهلي موجودين دلوقتي، سواء ان هم ما جالهمش فرصه ان هم يبقوا موجودين بصفه اساسيه في 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 تيم النادي الاهلي، انهم هم دلوقتي موجودين في انديه ثانيه، بياخدوا الخبرات، بياخدوا ماتشات اكتر. ممكن يكون الفرقه بتاعت النادي الاهلي دلوقتي فيها عناصر يعني اخدين الاماكن. فانت عندك ولاد طالعين بشكل كويس جدا، احمد اسرائيل من اللعيبه المميزين جدا وبيأدي بشكل كويس، اكرم توفيق. لا عندك لو قعدت تعد محمد عبد المنعم عاره كمان، لا انا لو قعدت اعد انا اجيب لك الكشف. لا في لعيبه كتير قوي كتير شغالين في انديه الدوري الممتاز بيلعبوا وبيشاركوا بصفه اساسيه، وده هو ده هدفنا، ان اللعيبه يبقوا موجودين وبيشاركوا بدل ما يبقى موجود عندك وفي الفتره الاولانيه محتاج ان هو يلعب كتير، محتاج ان هو يشارك بشكل اساسي، محتاج ان هو ياخد ماتشات، محتاج ان هو يحتك، محتاج ان هو يخش المباريات في ظروف اهدى شويه من ظروف النادي. الوقت مهم جدا اللي الناشئ بياخد فيه الفرصه. طبعا طبعا مهم جدا ان انت خلاص يعني انا تجربه صغيره، احمد اسرائيل لعيب من اللعيبه اللي هم مستقبل طبعا النادي، وحد بيتجهز بشكل كويس ان هو يبقى موجود في النادي بشكل محترم. جه فتره الاولانيه دخل الفرقه، الناس ما تقابلش بشكل كويس، كانت ظروف فرقه صعبه جدا. لما ابتدى يتحرك راح الجونه ولعب، الناس كلها بقت متقبله. شايف فكره الاعراض دي فكره مهمه؟ طبعا طبعا مهمه طبعا. انت بيبقى انت كل فتره بيجي لك اجيال من قطاع الناشئين محتاجين ان هم بيخشوا على نظام النادي الاهلي، تربيه النادي الاهلي. بتحط اسس للولاد اللي بيشتغلوا عليها. بتيجي فتره انت خلاص الفرقه تبقى مكتمله خلاص. هو انت بيجي لك فتره، هو جيل ماشي مع بعضه. كان صعب جدا ان اي حد يخش مع جيل او تريكا خلاص هو جيل ماشي بشكل كويس. بتيجي كل فتره اتحاد الكوره بيغير من 25 ل 30 لعيب، 25 و5 ناشئين. النظام ده طبعا بيخليك كل سنه انت يعني داخل المسابقه وانت مش عارف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. يعني انا شايف انه يعني السنه دي ابتدت تتجهز بشكل كويس. يعني بصراحه اللجنه اللي بتدير اتحاد الكوره السنه دي ابتدت تفكر بشكل في رؤيه